السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي مشاري ومشتركي ومتابعي قناة دكتورات محمد عبدو على الحب. دائما نلتقي وفضل تعالى بعد تخطيط هذا المنظر الطبيعي بالقلم الرصاص، إن شاء الله نبدأ فورا في مرحلة التلوين، وهي المرحلة الأهم والمرحلة الأصعب لدى الكثير من المبتدئين في الرسم. شباب، هنتكلم في كل شيء بالتفصيل، ولكن بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة للعالمين. كالعادة بطلب من حضراتكم وضع لايك أسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة تزورنا في القناة، يسعدني اشتراك حضرتك في القناة، تفعيلك لزر الجرس حتى يصل كل جديد. نبدأ على طول بإذن الله تعالى مع اللون الأزرق الفاتح جدا، يعني بشوف الأبيض، أنا زودت أبيض قد إيه، لونا كده بس إيه البحيرة و مساحة الماء ومساحة السماء من أعلى الجبال مباشرة بدرجة لون فاتحة جدا. وتعالوا نبدأ بقى نكمل مساحة السماء من أعلى، بحيث إن احنا هنزود الأزرق ونجيب كده إطار اللوحة، لوحة القنفذ بتاعتك، تجيب الإطار بتاعها بأزرق غامق وتبدأ تفتح تدريجيا. ولاحظ وضع الفرشة في الماء أول بأول، يعني أنا عايز حضرتك على مدار مدة الفيديو ركز في المراحل اللي أنا بحط فيها الفرشة في المية. ليه أنا بحط الفرشة هنا في المية وليه وين النتيجة؟ يعني بدأنا هنا نزود سنة موف وضفنا الأبيض، وتعالوا نرسم الغيوم أو السحاب بشكل جميل جدا. لاحظ ضربات الفرشة، وشوف أنا بقلب الفرشة قد إيه علشان أفضل الفرشة من اللون اللي فيها اللي هو اللون الغامق أصلا الخام، وبروح كده من على الشمال وبدي الضربات بالشكل ده بدرجة الموف اللي هي الدرجة الوسيطة، يعني لا هي الغامقة أوي ولا الفاتحة أوي، لأن أنا ضيف لها أبيض طبعا وكسرها باللون الأبيض. الألوان بتاعتنا ألوان أكريليك مصنعة في المنزل، حضرتك تقدر تصنع هذه الألوان بنفسك، وإن شاء الله اللي ما محتاج رابط الفيديو اللي فيه طريقة تصنيع هذه الألوان يكتب لي في التعليقات. ولكن نتابع مع بعض رسمة اليوم لأن فيها تفاصيل كتيرة جدا، وبصراحة فيها تأثيرات لونية جميلة وفيها عمق وبعد وفيها تفاصيل إن شاء الله هنتابعها خطوة بخطوة مع بعض. أنا في المكان ده هستخدم فرشتين، الفرشة الأولى اللي أنا رميت بها اللون الغامق ده بعد ما ضفت سنة الأسود على الموف، والفرشة التانية هي اللي في ايدي دي فرشة ببلها مية كده وبعمل بقى دمج. شوف الدمج هنا بيجي ازاي، ازاي بتدمج الالوان، الناس اللي بتسأل ازاي اعمل عملية دمج وبحيث ان يظهر لي الظل داخل هذه السحابة بشكل طبيعي جدا. ببدأ ازود الابيض كده على حواف السحابة وبدمجه يا اما بفرشة يا اما بصباعك، يعني بصباع الايد كده باحد الاصبع كده وتبدأ ايه تدمجه يعني. لكن انا هنا بستخدم الفرشتين، الفرشه اللي هي الصغيره باخد بها اللون الابيض بزود بها اللون الفاتح الدرجه الفاتح، والفرشه الكبيره فيها درجه اللون الغامق، فبعد ما بدخل بالفاتح كده اشوف الغامق بالفرشه الكبيره بدخل كده اكسر وادمجه مع بعض اهو. يبقى كده عمليه الدمج بتتم من خلال الفرشه الكبيره اهو، بحط الغامق اهو وادمجه مع اللون الفاتح تدريجيا، لكن الفاتح دايما بالفرشه الصغيره بحطه على حافه السحابه هكذا. انتظر واصبر علشان هتلاقي كده تحول في شكل السحابه بشكل جميل جدا. فعشان تقدر تنفذ وعلشان حضرتك تقدر تنفذي فنان وفنانه من متابعي ومتابعات القناه، علشان تقدروا تنفذوا صح ركزوا قوي في حركة الفرشة، ركزوا في الخطوات، متى نزيد من الظل ومتى نزيد من الضوء، وإيه الأماكن الظل وإيه أماكن الضوء، كل ده حضرتك بتقدر تستشفه من خلال نظرتك وعينك وتركيزك على حركة الفرشة. بنقرب بقى الكاميرا وبنروح للسحابة من مسافة قريبة جدا، وشوف هنا الدمج هيكون بصباع ايدك بايدك بالصباع اهو. لاحظ اللون ده مش لون ابيض، خلي بالك مش لون ابيض صريح، لكن هو اللون السحابه نفسه الموف اللي داخل على معاه الرصاص ده وبتفتحه سنه بالابيض، فبيديك الدرجه الفاتحه منه دي. بتضيف كده
حاجة بسيطة مثلا بالفرشة وبتروح تدمجها بصباعك، بتديك تأثير جميل جدا جدا، وعليكم انكم تجربوا. هنا سحابة قوية جدا معرضة للشمس مباشرة، وطبعا من خلال رسم السحاب والمرحلة اللي فاتت في السحابة اللي على الشمال دي، حضراتكم جميعا استشفيتوا ضوء الشمس جاي من جهة اليمين ولا من جهة اليسار؟ طبعا ضوء الشمس شباب جاي من جهة اليسار، يبقى هنا ضوء الشمس في اللوحة كلها هيمشي من الشمال، من الشمال لليمين. السحابة اللي بنرسمها دلوقتي وبنأسس لها دي سحابة قريبة جدا ومعرضة بشكل مباشر للشمس، فمشبعة بالضوء قوي اهو، وكل ما نروح جهة اليمين كده بنبدأ نعمل تأثيرات سحاب خفيفة، وبتبدأ السحاب ياخد ظلال خفيفة كده وانت ايه رايح جهة اليمين. ركز دايما وعينك دائما على البلتة، شوف الفرشة بتقلب، انا ليه عمال اقلب كده، بقلب ليه، درجة اللون دي عايز ايه منها، وليه بزود مية، هوريك دلوقتي انا عايز ايه من اللون ده. طبعا الاكريليك لما بينشف بتحتاج تزود له مية كده وتقلب قلب وتضغط ضغطة جامدة بالفرشة عليه علشان توصل لدرجة اللون انت عايزها. دي درجة اللون اللي انا عايزها، اللي هي شايف انت سنة الظل اللي داخل السحابة، هو ده درجة اللون اللي انا وصلت لها من خلال حركة الفرشة بالماء على اللون الاكريليك اللي هو ناشف او اللي جاف. بنبدأ نفتح اكتر وندي ضوء شمس اكتر في السحابة اللي هي البعيدة اللي هي مشبعة بالماء، علشان كده الظل فيها قوي جدا وبعيدة نسبيا عن الشمس. وعلى حافة الفرشة هنا باخد لون ابيض شديد جدا، ابيض صريح اهو، واروح ادي لسعات قوية كده من اللون الابيض على هذه السحابة المشبعة بضوء الشمس. بنزود كده، بنزود خفيف تدريجيا اهو، شوف، والدمج بيكون بايدك سواء بفرشة او بايدك. حاول تعود نفسك، انت بتشتغل احيانا شغل لا ارادي، يعني انا احيانا بتحرك بايدي كده بطريقة لا ارادية، مع كتر الشغل وكتر الممارسة بتلاقي نفسك بتصل لان عينك عايزة، عينك شايفة حاجة وعايز توصل لها، فبتستخدم بقى الفرشة، تستخدم ايديك باي طريقة. احنا هنا بنزود الابيض، بص على البلتة كده، شوف انا رايح فين اهو، حركة بسيطة جدا. طبعا الفرشة مشبعة مية، فاللون الابيض هنا ايه بيملى معاك بطريقة جميلة جدا وما بيتشافش. ليه؟ بيستمر لحد ما تروح بقى يا اما بالفرشة يا اما بصبعك كده وتدمجه. لاحظ معايا، هنبدأ مرحلة جديدة هنا اللي هي رسم الجبال، ورسم الجبال هنديله كل وقته وكل تفاصيله. للناس بقى اللي بتفهم صح واللي بتحبه تشاهد تفاصيل اكتر، والناس اللي عينها عندها فعلا حس فني هتستفيد قوي قوي في مرحلة رسم الجبال. انا عملت ايه دلوقت؟ انا جبت لون الازرق وضفت عليه لون بني، وعلى الارضية الموف اللي كانت موجودة والالوان اللي كانت موجودة عندي اهو، وبدأت املأ مساحة الجبال هكذا. عينك على البلتة، شوف انا بعمل ايه اهو، بجيب درجة لون مختلفة فاتحة شوية، جت من خلال اللون الموف، اتقلب مع سنة ابيض مع اللون اللي هو احنا كنا شغالين بيه. تعالوا بقى هنا غيرنا او قلبنا اتجاه الباليتا، وبقول لكم الفرش الاقلام دي هي دي اللي هنشتغل بيها الجبال، لان الجبال بعيدة جدا ومرتفعة، فالتفاصيل بتاعتها هتبقى دقيقة شوية. بدأنا بالفرشة اللي هي حوالي 6 ملي او 7 ملي، تقريبا 7 ملي او 8 ملي، الفرشة دي كبيرة اللي هبدأ بيها، بعمل بيها عملية نقل للألوان من العلب على الباليتا، وبقلب بيها بالشكل حضرتك شايفه ده. طبعا لون الموف مع اللون البرتقالي والابيض موجود، وبقول لك اهو بص هنا كده انا هوزع ايه، اوزع اللون البرتقالي فاتح جدا ده بهذا الشكل، واسيب الفرشة دي واخد فرشة اصغر ناشفة، شوف ناشفة فيهاش لون، انا رايح بعيدة وبحط فيها حبة مية بس، بحط فيها حبة مية بس، ورايح بقى ليه؟ اروح اعمل دمج للكلام ده، ادمج الكلام ده في جميع الاتجاهات في المساحات اللي هي الغامقة اللي حواليها. شوف الفرشة بدأت اخد ابيض
سنة أبيض مع المية كده، فبدأت إيه تفتح معاك درجة، وبنعمل عملية الدمج بهذه الطريقة السهلة والبسيطة يعني. طيب بدأنا نجيب الأخضر، هندخل بقى الحشائش اللي هي موجودة على الجبل، شوف هتيجي إزاي. جبنا الأخضر أهو، وأكيد طالما الأخضر جاي يبقى فيه أصفر معاه أهو، فعلا الأصفر جنب الأخضر والبرتقاني بيشاركهم. وهنبدأ ناخد بقى فيه في العمق ده كده لون كده زرعي، يبقى اللون البرتقالي لون صخري، واللون الأخضر مع الأصفر مع سنة البرتقال دي أعطيني لون زرعي أهو. وببدأ أوزع في جميع الاتجاهات هكذا. هنا أنا عندي أكتر من تبة أو أكتر من ارتفاع أو أكتر من جبل، خلينا نتكلم ببساطة جدا. اخترت فرشة أرفع وأصغر، دي حوالي 3 ملي. شوف بقى بفتح، هاخد لون برتقاني فاتح جدا اهو. رايح فينا يا فنان؟ تعالوا نروح هنا على الحافة فوق في أعلى منطقة في الجبل كده، ونديها سنة الإضاءة بتاعتها اهو. وهات الفرشة للدمج، دي فرشة دمج اهي، بص اهي. ارجع للون البرتقالي مع سنة أخضر وأصفر، ورحت جبت كمان هنا إيه أزرق، لا ده لون موف، جبت لون موف علشان نصل لدرجة موف غامقة تساعد معايا في تجسيم الجبل ويديني ظل، ده ظل أهو. طيب فرشة رفيعة بتديك بتأثيرات بسيطة جدا للضوء الواقع على جسم الجبل من أعلى أهو، واحدة واحدة. بنبدأ هنا نظهر حافة الجبل اللي هو في المقدمة، اللون الصخري اللي فيه بالبرتقالي الفاتح كده. دي فرشة قلم 2 ملي، باخد أصفر فاتح جدا، رايح فين بقى بالأصفر الفاتح جدا ده، وخدت عليه سنة أخضر خفيفة. شوف، ونبدأ ندي تأثيرات حشائش أو أشجار بعيدة قوي أو مساحة مزروعة هنا، وأنا طالع تدريجيا أهو. على البنفسجي كده مع البرتقاني، وبالأخضر أهو. أنا عايز تقريبا هنا أجيب درجة غامقة، زودت كده، عايز اغمق اكتر. اه الدرجه دي جت منين بقى؟ دي درجه ظل قويه جدا. جت منين؟ بجيب بقى الحافه الخارجيه للجبل، جت من الموف مع الاخضر مع البني مع سن البرتقالي، بتقلب الالوان دي كلها ببعضها تديك درجه غامقه. وفي هنا دخله كده صغيره اللي هي زي المثلث كده فوق في اعلى الجبل، عطيلك حته عميقه كده، جزء منطقه عميقه كده في اعلى الجبل من فوق. يبقى هنا انا ما استخدمتش الاسود خالص، انا بجيب الدرجات الاسود او الظلال الغامق قوي من ان انا بضيف الاخضر على البرتقالي وعلى البني، يديني الدرجات الغامقه دي. ورويدا رويدا، واحده واحده، بنبدا نشتغل بهذه الطريقة. دي الفرشة الكبيرة، وتعالوا نروح على التبة الأخرى اللي في اللي بعيدة جدا ورا، دي قمة جبل بعيد جدا. شوف، نبدأ نديله إضاءة فاتحة شوية علشان ده معرض للشمس لأن ده ورا خالص. الموف هنا بيبدأ الموف مع الأبيض أهو، كل درجات الالوان اللي حضرتك شايفها بتنتج قدامك دي بتيجي نتيجة كتر حركة الفرشة على البالتة. انت على البالتة كده بص الالوان كلها قدامك اهي، البرتقالي الخام والاخضر والاصفر والبني والابيض،
الدرجات الفرعية بقى اللي احنا بنوصل لها دي كلها من خلال حركة الفرشة، ومن خلال انت عايز ايه يا فنان، عينك شايفة ايه وعايز تنفذه. شوف البرتقالي هنا داخل مع الموف، داخل مع الاخضر، شوف حضرتك درجة ايه. شيء ممتع جدا، ومع الاستمرار ومع الممارسة بتجد نفسك بتنتج معاك، بينتج معاك درجات كتيرة جدا مختلفة من الالوان. ممكن ما تكونش متوقع انت اصلا درجات الالوان دي انها تنتج معاك، ولكن مع حركة البلتة، حركة الفرشة على البلتة بهذا الشكل. وزي ما قلنا في ناس سألوا على البلتة يعني ايه بلتة، احنا بنتكلم على البلتة اللي هي قطعة الخشب اللي موجود عليها الالوان، واللوحة اللي احنا شغالين عليها لوحة قنفص 40x60 قماش. وعلى فكرة عندنا على القناة في فيديو لطريقة تصنيع القنفص في البيت، ازاي تصنع القنفص من الالف للياء. يعني لو حضرتك مش عايز تشتري قنفص جاهز، لان القنفص الجاهز غالي، تعمل ايه؟ تقول لي في التعليقات وانا ابعت لك، اكتب لك الرابط في التعليقات، ارد عليك بالرابط، رابط الفيديو، فيديو طريقة تصنيع لوحة القنفص. بتأسسها من البداية من الشاسية الخشب، وايه نوع القماش المفضل للقنفص، وبنبدأ نستخدم الدباسة وندبس القنفص ونشده بطريقة كويسة، ازاي نشد القماش بطريقة كويسة على الشاسية الخشب، وبنجهزه ازاي، ايه المادة وايه الخلطة اللي بنجهز بيها القنفص. خلي بالك كل ده هتجده في فيديو موجود على القناة، لو حضرتك طلبته ابعته لك في الرد على التعليقات ان شاء الله. ضفنا سنة اسود خفيفة قوي هنا علشان ابدأ احط بيها الظلال القوية قوي، عشان الجبل كده يبدأ ايه حتى يظهر التباين والظلال القوية. لاحظ ان الضوء كله من جهة اليسار اهو، وبالتالي الظل كله هتلاقيه جهة اليمين. السنة كده هنا حاجة بسيطة، هنا تشريخة كده، شرخة خفيفة، شروخ خفيفة. الجبل بهذه الطريقة اللي حضرتك شفتها اصبح الضوء والظل متوزع فيه بشكل جميل جدا. قمم الجبل واضحة من بعضها، ونبدأ في مرحلة جديدة وهي مرحلة الأشجار والمساحات الخضراء اللي هي أسفل الجبل، بخليط من اللون البني مع الأخضر هكذا. خلي بالك لما بتبدأ تزود الأخضر على البني يبدأ يقلب معاك بدرجة كده قريبة من اللون الأسود، تستخدمها في الظل. مع الأصفر الفاتح بنبدأ نعمل قمم الأشجار، بنظهر قمم الأشجار هكذا اهي. تابع معايا، لان بصراحة اللي فات كله ده 50% من شغل اللوحة، واللي جاي بقى هو ده 50% التانية. بتفرش بألوان ما بين البني والأخضر هكذا، لان دي مساحة من الحشائش، المساحات الخضراء في اللوحة كلها بنفرشها كده. بص ازاي اهو عند حافة البحيرة كده، وبرضو فيه مجموعة حشائش محيطة بالبحيرة. ودي خلي بالك الحشائش اللي هتبقى في المية دي على وش المية كده من فوق، يعني بيدل على ان المياه هنا مش عميقة. درجة اغمق شوية اسفل الجبل مباشرة بنرسم هذه الاشجار هكذا، ودي مساحات اليابس اهي باللون البرتقالي. طبعا اللي احنا بنعمله دلوقت، خلي بالكم وقلت لكم الكلام ده اكتر من مرة في اكتر من فيديو، يعني دي ارضيات، ارضيات يعني دي الوان مبدئية. الوان مبدئية يعني ايه؟ يعني لسه هيجي عليها شغل تاني كتير. بنبدأ نسيب مساحة الارضيات اللي احنا رسمناها دلوقت، ونروح للمياه. هنشتغل كده المياه، مياه البحيرة كلها بكل تأثيراتها
هنوزع الضوء. طبعا السحاب الابيض الجميل اللي فوق ده لازم ينعكس معاك في البحيره. بنبدا بدرجه الموف، بنجيبها على الازرق عشان نجيب الاماكن الغامقه في الميه. اهو دي درجات غامقه، بنجيبها من عن طريق الموف، بضيف الموف للازرق هكذا. شوف ركز في حركة الفرشة واتجاهها، كل الخطوط اللي انت بترسم منها خطوط افقية. ازود ابيض شوية وابدأ افتح، اخف الموف ده شوية اهو، ومع كل مع الحركة اللي انت بتحركها بشكل افقي انت بتعمل عملية دمج لكل الدرجات الاول اللي قدامك. نبدأ هنا نزود الابيض، تعالى بقى بخطوط افقية لكن واحنا نازلين لتحت لاسفل في العمق وفي البحيرة. عشان ازود لسعة ضوء الشمس هنا في المكان ده اللي هو بيديك انعكاس السحاب في المية بالشكل ده، وفي الوقت نفسه كأن الشمس مباشرة على الماء في المكان ده. وبنبدأ نعطي كل التأثيرات اللونية في المية بهذا الشكل. هتجد ان البحيرة تبدو رائعة وجميلة باللون الاصفر مع الاخضر مع سنة البن اللي دخلت دي اهو. ركز كده، ومع المية بضيف مية اول باول كده، وبعمل عملية خلط للالوان. زودت البن تاني، زودنا البني وجبنا الاخضر عشان نوصل لايه، عشان نوصل للمنطقة اللي هنا دي اعمل الظل بتاعها بشكل طبيعي جدا. ازاي؟ شوف بقى الانعكاس اللي هيحصل هنا ده، ده انعكاس لقمة لتبة الجبل وللحشائش والاشجار اللي هي مرتفعة. وببدأ ادي اضاءات كده باللون الاصفر، لكن هنا هنستخدم الفرشتين تاني. الفرشة الكبيرة اللي معايا دي للون الازرق الفاتح اللي هو لون المية، يبدأ يدخل لون المية كده، والفرشة الصغيرة تروح تقطع وتعمل دمج. اهي الفرشة الصغيرة اللي فيها اللون الاصفر تبدأ تدمج. الفرشة الكبيرة هتحط لون ازرق من اللي هو لون المية، والفرشة الصغيرة باللون اللي فيها اللون الاصفر تبدأ تدمج. اهو شوف ازاي. وما تحكمش على الاشياء الا لما تجرب بنفسك، شوف النتيجه. حط لون ازرق عشان تجيب الانعكاس صح وتجيب الظلال صح، حط لون ازرق بالفرشه كده خفيف اهو، وبالفرشه الثانيه واعمل عمليه دمج باللون الاصفر مع الازرق اهو هكذا. ازود الابيض هنا على الاصفر علشان عايز ادي اضاءه جميله جدا في الميه. شوف انعكاس هنا وضوء في الميه اهو. بدأت الأمور كده تظهر قدام حضرتك. بننتهي من البحيرة تماما علشان نبدأ مرحلة جديدة، وهي مرحلة المساحات الخضراء اللي هي حول النهر أو البحيرة. بالفرشة كده وبزود الأبيض على الأزرق، وتيجي برضو الفرشة التانية تعمل دمج هكذا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنزود ابيض اكتر، عايز ضوء اكتر اهو. بنركز في كل التفاصيل لان كل ده احنا بنحتاجه في اللوحة بتاعتنا. وشغل براحتك وخد وقتك عشان في الاخر تطلع لوحة قنفص جميلة جدا تحطها في اي مكان وتبقى فخور بيها. باللون الاصفر الفاتح وبنبدأ نظهر مساحة الحشائش زي ما حضراتكم شايفين بالشكل الجميل ده اهو. بنوزع ضوء الشمس من خلال المساحات الخضراء بالفرشة، بشعر الفرشة دوك، شعر الفرشة كده بيلمس الارضية. هل كده دي مرحلة نهائية؟ اقول لحضرتك ابدا، دي المرحلة التانية من المساحات الخضراء. طب ايه المرحلة التالتة يا فنان؟ بعد ما بتنتهي من اللون اللي هو الاصفر اللي عطيلك ضوء الشمس ده،
بتشتغل طبعا هنا بنشغل قمم الاشجار برضو اهو، الضوء جاي منين؟ من الشمال، خلي بالك، وهكذا الضوء هنا برضو جاي من الشمال اهو، كل الضوء في اللوحة بتاعتك من الشمال. ازود ابيض شوية عشان اظهر القمم، ابيض على الاصفر يعني عشان اظهر قمم الحشائش او قمم الاشجار بتاعتي اهي، تبدأ قمم الاشجار تظهر اكتر اهي اللي هي المرتفعة. يبقى عندي هنا ارتفاعات للاشجار وفي حشائش على الارض مسطحة بالشكل ده، بنظهر ايه الاشجار بتاعتنا والظلال اللي اسفل منها. زودت، انا قلت لك دي مرحلة مبدئية، تعال المرحلة الاخيرة والمرحلة النهائية. زودت الاخضر وببدأ اعمل حشائش على وش المية، على المية من فوق، علشان المنطقة دي المية فيها مش مياه عميقة، مع سنة الاسود واللون الزيتي ده ببدأ ادي ظلال في عمق هذه الحشائش، في ظلال في العمق كده اهي. استخدم درجة اللون في كل العناصر اللي انت اللي موجودة في اللوحة، يعني انا بغمق هنا بدي ظلال، اشوف المناطق اللي عايز ظلال كلها اشغلها بالمرة. تعالوا بقى للمناطق اليابسة، تحس ان هي زي منطقة صخرية كده من نفس طبيعة الجبال اللي في الخلف، وباللون البرتقالي مع الابيض، وابدأ اعمل مساحة اليابس. ودي منطقة ومساحة وجزء مهم جدا في الفيديو، ركز. بخلط ما بين البني والاخضر والدرجة اللون البرتقالي، بزود سنة اسود عشان ادي ظل وضع عمق هنا اكتر. ده درجة لون موف على البني هي اللي عطتني الدرجة دي مش الاسود اهو. بنوزع الظلال في عمق الحشائش. تعالوا بقى نظبط مساحة اليابس باللون الفاتح. انا كده عملت الارضية غامقة، دي الفاتح بقى، ده درجة اللون الفاتح، دي اماكن وقوع الشمس هنا بتديك اللون ده. ونبدأ ننتهي كده، كل ما تضيق وتروح هناك بيعمل لك مدرج، سلم درج، سلم منحوت من الصخور هيظهر دلوقتي لما نضيف الابيض. ضفت الابيض اهو عشان اوزع ضوء. انت هنا من في منطقة منخفضة، وبتبدأ وانت رايح في العمق كده كل ما بتروح هناك بترتفع لاعلى. ده الدرج اهو، ده درج سلم نازل، وبيبدأ يضيق يضيق لحد ما يديك البعد بتاعك والعمق هناك. ده درج سلم منحوت من الصخر، من نفس طبيعة الجبال اللي فوق اللي ورا في اللوحة، شيء عظيم وممتع ورائع ما شاء الله. بنجيب درجة اغمق شوية، بص على الباليتا دايما، شوف الفرشة بتقول ايه وعايز ايه بالظبط. درجة اللون الاسود مع البني مع البرتقالي، وببدأ اعمل كل الحجارة اللي موجودة في المنظر. الحجارة هتتعمل على مرحلتين او ثلاثة. تعالوا المرحلة الاولى اهي اللي هي الدرجة الغامقة، بحط الكتل بتاع الحجارة نفسها هكذا، سهل جدا. دي المرحلة الاولى، في قطعة صخر هنا اهي، تمام. شوف بدأت البحيرة وضوء الشمس يظهر فيها ازاي في المية، واحدة هنا وواحدة اخرى، واحدة كمان صغيرة هنا، دي حجارة بيدل لك، هذا يدل على ان المياه هنا مش عميقة، لا المياه قريبة جدا من الارض. صخور، دي كلها صخور، حجارة. وتعالوا المرحلة التانية تبدأ للصخور اهي، دي المرحلة التانية، بزود سنة ابيض على نفس اللون اللي انا كنت شغال بيه، وشوف بعمل الدمج ازاي بصباع ايدي اهو، احط الابيض كده وبصباعك كده تبدأ تسحب من الشمال لليمين، من اعلى الحجر من فوق، من اعلى من على الشمال وتسحبه الاسفل هكذا اهو. بنفس الطريقة هتبدأ توزع
الضوء في كل الحجارة، كل الحجارة هتبدأ تظهر، واللوحة تحتك تبدأ تنور، والشمس تبدأ تظهر فيها قوية جدا هكذا اهو. بس عايزك تراعي الأحجام، أحجام الحجارة كل ما بروح هناك كل ما الحجارة حجمها يصغر. هنا أكبر حجرين عندي دول قريبين جدا اهو، واحد والتاني من وراه. بس شوف بعد ما بتحط اللون الأبيض كده تدمج بصباعك، قمة المتعة وقمة التشويق والإثارة في إنك يعني بتشتغل بأي حاجة. بدل ما أقعد أجيب فرشة صغيرة أعمل بيها دمج، لا بصباع إيدي كده الحاجات البسيطة دي على طول. مرحلة أخيرة في الصخور، وأهو وهقرب الكاميرا عشان نشوفها أكتر. أبيض صريح بقى، ده أبيض صريح يعني واخد أقوى درجة لون فاتح، وعلى حافة الحجر كده من، وانا بطأت السرعة على فكرة في المكان ده عشان الامور تبقى واضحة لحضراتكم جدا اهو. شوف كده الحجر تجسم تماما بفرشة حوالي 5 ملي اهو، وبنفس الطريقة نسرع شوية ونروح لكل الحجارة نديها الضوء القوي بتاعها هكذا. مجموعة كثيرة جدا من الحجارة الصغيرة، ومش حجارة صغيرة حاجة، هي في نفس الأحجام ولكن هتبدو لك في الرسم إنها حجمها صغير لأنها بعيدة جدا عند الأشجار هناك أهو. بنوزع على كل الحجارة ونديها الضوء بتاعها، حتى اللي في المية دي هتروح برضو تديها لسعة الضوء بتاعها، هي ما تسيبهاش أهي لأن كل ده معرض للشمس. وبعض الإضاءات هنا في الأرضية والدرج بنظهره اكتر تدريجيا اهو، ونروع الجزيره اللي على اليمين هناك خالص ونديها برضو بعض الحجاره اللي موجوده هناك. بنقلب، شوف الباليتا، شوف انا عايز اوصل ليه، دي درجه لون اسود، بدي جذوع للاشجار وعمق في الجزيره، جذوع الاشجار، وهنا في كوبري او جسر لكن قصير يعني اهو، حاجه كده تدي شكل جميل في اللوحه. ده جسر او استراحه مظل يعني كده زي ايه على حافه الجزيره يعني ايه، بسيطه جدا وتاثيرات لونيه بسيطه وانعكاسها في الميه باللون الاسود هكذا. شوف الاسود هنا بيعمل ايه بقى، شوف الحركه دي، تحت كل حجر من دول بتدي الظل بتاعه، الظل القوي جدا اهو من جهه اليمين، من الشمال لليمين كده اهو، من جهه اليمين اهو. شوف ازود ازود هنا الظل، دي منطقه ظل قويه ازود فيها الظل اهو. الموضوع بسيط جدا لكن لابد من ان حضراتكم تشوفوا وتنفذوا. واحلى شجره هنا، شجره هتكون مع الميه والخضره اللي حواليها دي، الا ان هذه الشجره غير مورقة يعني ما فيهاش أوراق. طب ليه ما فيهاش أوراق؟ أقول لحضرتك لما تكون بترسم لوحة زي كده خلي الشجرة من غير أوراق، لأن لو أنت هترسمها بأوراق في المكان ده هتضيع معاك شغلك وتعبك في السحابة اللي احنا شغلناها في أول الفيديو، وهتقفل معاك اللوحة من ناحية الشمال. فاحنا عايزين إيه؟ تدينا لمسة فنية حلوة بالفروع رفيعة، اللي هي كل ما بتعلى لفوق كل ما الفروع تصغر كده ومتشابكه ومتداخله مع بعضها. شباب دي اللوحه بتاعتنا، بس برضه ما تنساش الضوء من على الشمال اهو. شوف لما اجي ادخل بالضوء في الشجره ايه من على الشمال اهو، شوف الضوء ازاي بدات تظهر الشجره جميله. لكن خلي بالك في حاجه هنا انا ناسيها يعني في الشجره عايزك تفكر فيها، وهعملها في اخر ثواني في الفيديو. شباب لو وصلت معايا للآن ما تبخلش علينا بوضع لايك أسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة زورنا في القناة. طبعا يسعدني اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك زر الجرس حتى يصل كل جديد. قلت لك الشجرة هنا ناقصها حاجة أنا نسيتها بس افتكرتها في الآخر خالص، بعض الطيور الجميلة علي. شوف حطينا الطيور فين، في المساحة اللي هي واسعة في السماء حطينا الطيور هنا في المكان ده، الطيور دي قريبة جدا. شباب دي هديتي ليكم اليوم، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى.
يا ترى افتكرتوا ايه اللي ناقص في اللوحة دي؟ اللوحة اهي بعد ما خلصت اقول لكم على اللي ناقص في اللوحة، وما تنسوش طبعا شاشة النهاية اسيب لكم فيها فيديو كويس. ودي اللوحة من قرب، في حاجة ناقصة عند الشجرة دي، مين اللي اكتشفها يقول لي، لكن انا هقول لكم عليها قبل ما اختم الفيديو ان شاء الله. دي اللوحة ودي الجبال البديلة جدا بدأت تظهر لنا، ودي الطيور وتأثيرات لونية جميلة جدا. اقول لك ايه اللي ناقص في اللوحة ما تعملش وهيتعمل حالا، لما حضرتك تبص عند الشجرتين دول المفروض ان يكون ليهم، ها مين اللي عارف، يكون ليهم ظل اهو زي ما بشاور، يكون في ظل في المنطقة دي. اتمنى يا رب يكون اللوحة عجبكم. اشوفكم على خير، اخوكم محمد عامر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.